وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة، وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. أهلا بك في نشرة الثامنة. إذن ما هي أبرز المشاريع البلدية التي تشرفون عليها في المحافظة الشمالية وخصوصا في مدينة حمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الله يمسيكم بالخير وشاكر لكم هذه الاستضافة. طبعا بداية أود التأكيد أن تنفيذ المشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي تأتي تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله. هناك عدد من المشاريع الخدمية التي تقوم بتنفيذها وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، من أهمها طبعا سوق مدينة حمد الشعبي، هو واحد من الأسواق المهمة اللي تشرف عليها شؤون البلديات. مثل ما أسلفت وبينت والله يسلمكم، يقع في مجمع 12-12 بين دوار 16 والسابع العشر على مساحة 12300 متر مربع. طبعا السوق مصمم ليعكس العمارة البحرينية، طبعا مكون من الأسواق الأساسية هي أسواق اللحوم والخضار والأسماك والفواكه، بالإضافة إلى محلات مساندة وهايبر ماركت. طبعا الجميل في هذا السوق أن يتوسط السوق مساحة مفتوحة كاستراحة لمرتاد السوق، وأيضا مظلل بأشجار صديقة للبيئة، إضافة لتوفير عدد كبير من المواقف السيارات ما يقارب 290 موقف للسيارات. طبعا تنفيذ السوق يأتي بالشراكة مع القطاع الخاص. اليوم القطاع الخاص إخواني شريك أساسي في المشاريع البلدية، عندنا نموذج ناجح جدا في محافظة المحرق وسوق المحرق المركزي. المشروع الثاني اللي بينتوه هو إنشاء مضمار للمشي بطول 700 متر بمساحة ما يقارب 5000 متر مربع. طبعا هذا الممشى محاذي إلى السوق المركزي، وهو مصمم على أحدث المعايير. دائما احنا مشاريعنا ننظر فيما موضوع الاستدامة. طبعا على امتداد هذا الممشى في ألعاب الإحماء، نظام تلطيف الأجواء الرذاذ، عندنا الإنارة مثل ما بينتوا بالطاقة الشمسية، عندنا الجلسات على امتداد هذا الممشى. طبعا يعني السوق مدينة حمد الشعبي وأيضا الممشى اثنينهم يعني يعطون إضافة كبيرة إلى مدينة حمد. المتوقع البدء بهذا المشروعين في الربع الأول من هذا العام 2022. أيضا هناك مشروع طموح جدا وهو الحديقة النباتية في مجمع 1024 على مساحة ما يقارب 60,000 متر مربع. طبعا هذا يعني يعتبر البارك أو الحديقة أو المنتزه الأساسي في مدينة حمد على شارع الشيخ خليفة. احنا حاليا في التصاميم الأولية للمشروع. أنا أعتقد أن هذه الثلاث مشاريع، السوق مدينة حمد الشعبي والمضمار المشي والمنتزه الحديقة النباتية، أعتقد تعطي إضافة كبيرة لمدينة حمد والأهالي مدينة حمد. نعم، كل التوفيق والنجاح لكم في هذه المشاريع القادمة. شكرا لك سعادة المهندس الشيخ محمد بن أحمد الخليفة، وكيل شؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، شكرا على هذه المداخلة.